أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 165. أَوَلَمَّا ميم مشدد پر غنہ ہوگا. چھوٹی مت کو تین الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. زبر زیر فیش والا حرف فوراً ادا کریں گے. أصابتكم مصيبة. أصابتكم ميم ساكن کے بعد ميم ہے, اخفاء شفوي ہوگا. صاد حروف مستعلية میں سے ہے, موٹا فڑیں گے. أولما أصابتكم مصيبة قد, دال ساكن کو ہلا کر فڑیں گے. أصابتم, با ساکن کو بھی ہلا کر پڑھیں گے. مثلیہا قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم هو من عند أنفسكم. دو نون نون ساکن پر اخفاء حقیقی ہوگا. طوا وقف مطلق میں سے کی علامت ہے, وقف مطلق پر وقف ہوگا. ان اللہ, نون مشدد پر غنہ ہوگا, لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. على كل, ان اللہ على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.